اهلا وسهلا ميلاد، ميرسي. الصديق ميلاد. شكرا كتير لإلك. مع ميلاد كنا عم ندردش اشياء كل المشاهدين بحبوا يعرفوا شو هن. اسمح لي اقوله. مع الاولى ميلاد، اول شيء بدي اقول لك كل سنه وانت بخير، اكيد وانت ان شاء الله بخير يا يكون رب. من نجاح لنجاح. شكرا. عن جد يعني انا بنبسط ان كان لما اشوفك انت او لما اشوف رابعه قديش اجتهدتوا وقديش لمعتوا من بعد ما غادر قناه الانبياء، يعني كان لها فضل الانبياء انه صح، جامعتها. جمعتنا ثلاثة. ميلاد، كيف كانت 2015 على ميلاد؟ بالنسبة لي كانت سنة فيها كثير من التحديات، كان فيها كثير من العمل، كان فيها كثير من المجهود يلي أنا عم ببذله لحتى أثبت الشيء اللي أنا عم أقوله. يعني ببدايتها وكان فيها نجاحين، ببدايتها الطبعة الإنجليزية من كتابي أخذت رهجة كثير كبيرة والحمد لله، وبنهايتها الطبعة العربية يعني كمان رجعنا عملناها على نفس الكتاب. بفتكر انه كانت سنة علي شخصيا، ما في اعتقد انه ما كانت حلوة، اذا بقصد اذا بكون شوي خليني اقول هيك اناني وعم فكر بحالي، لكن اذا بدنا نكبر شوي الدائرة، ما كانت سنة حلوة علينا، ما كانت سنة حلوة علينا كشعوب، ما كانت سنة حلوة على عيالنا، على عيالنا اللبنانية، ما كانت حلوة، كان فيها كثير من الألم، كان فيها كثير من الفراق، كان فيها كثير من الحزن، كان فيها كثير من الوجع. بقى هون عن جد الانسان بيصير لينا بيفكر انه اذا بدي افكر بعائلتي الصغيره سوري الحمد لله نحن بخير، بس ما في فكر بس بعائلتي الصغيره، اذا بتفكر كمان بعائلتي الاكبر في حدا مجروح، في حدا زعلان، في حدا تعبان، عشان هيك بيخلجنا كثير من المشاعر المتناقضه على فكره نحن، انه بفكر بحالي بعائلتي الصغيره، عم بفكر بعائلة كبيرة، عم بفكر ببلدي شو عم بيصير، عم بدي افكر بمنطقة. والواحد كل ما بيكبر بيصير صعب التفكير وصعب اتخاذ القرار. صح. انت ميلاد، من خلال الشيء اللي عملته ودرسته وصرت متمكن منه، قديش بيعكس ايجابية على كل شيء عم بتواجهه، غير نحن كاشخاص عاديين ما عملنا دراستك او ما تخصصنا بالشيء اللي حضرتك تخصصت فيه. هل التخصص قديش فادك بحياتك اليومية بأنك تعكس أيضا الإيجابية والتفاؤل على الآخرين؟ حلو كتير سؤالين، لأنه أصلا أنا رحت على هالمجال لأنه أنا كنت بحاجة، ما رحت لأنه أنا كنت إذا بدك هيدا نمط تفكيري. أنا سألت عن هيدا المجال أو شفت حاولت استفسر عنه أكثر، لأنه كنت أشعر أنه أفكارنا كتير بتأثر على مش بس حالتنا المزاجية، بتأثر على كيف الناس بتشوفنا، بتأثر على مشاريعنا الخارجية، بتأثر على قراراتنا. غيرني، فيك تعتبري أنه غيرني 180 درجة، لأنه علمني كيف ممكن دير مشاعري وأفكاري بطريقة مختلفة. لأنه أنا كنت قبل أعتقد ربما مثل غالبية الناس على أنه مشاعرنا هي بتتحكم فينا، ولما أنا بيكون لتسي عندي شعور خليني أقول مشاعر غضب، بيكون غضبي عم يتحكم فيي وتصير نتيجة أفعالي هي نتيجة الغضب. تعلمت أنه العكس، تعلمت أنه أنا بقدر دير مشاعري لما بفهمها، لما ما بكبتها، لما بطلعها بطلعها بالمكان الصحيح، لأنه هيدي مشاعر، هيدي أنرجي، هيدي طاقة، يا بدها تطلع فيي يا بدها تطلع بدي طلعها على برا. سو مشان هيك بنشوف نحن اليوم الناس في عندها كثير من الأوجاع، عندها كثير من الأمراض يلي ما بتفهم لأسبابها، يلي ما بتعرف ليش، بس إذا بترجعي لها بترجع لدوافع نفسية ولمشاعر، القهر، القهر انكبتت، غضب، خوف، ريزنتمنت، استياء، عندك جلت، يعني اليوم شعور الذنب، شعور معلمينه ومربيينه ومربيين، صار عندنا ثقافة الذنب بيقتل، يلي كثير من الأمهات عندهم إياه، كثير من الآباء عندهم إياه، كثير من الأولاد عندهم إياه، ويلي متربيين عليه. سو تعلمت على إنه أنا اليوم إذا بدي أفكر بطريقة إيجابية لازم أول شيء أعرف أعمله لينا هو إني دير مشاعري، يعني أعرف أستخدم هالمشاعر بالطريقة الصحيحة، حتى لو أنا غضبان أعرف أقول. بتعرفي لينا من خلال الناس اللي بلتقيهم، مرات في ناس ما بيعرفوا يحددوا شو طبيعة المشاعر اللي عم يحسوا فيها، يعني ما بيعرف إذا هو قلقان أم خيفان، إذا هو غضبان أم زعلان، ما بيعرف يفرق بيناتهم. وهيدا شغلة كتير كتير أساسية، لأنه أنا بدي أعرف إذا أنا في فرق بين إذا كنت أنا غضبان أو زعلان. مجرد أني أعرف هيدا المشاعر وأني طلعها وأني أقول معلش أنا إنسان أنا بغضب، تلقائيا بتلاقي حالك أنت صار غضبك أقل وتنفس، صار فيك تستوعبي. هيدا الشيء قديش عكس لما خلال العام هيك واجهك موضوع سلبي، صح، وهو اتهامك إلا أنه عم بتروج لفكر ما، نعم،
كيف قدرت تواجه هذا الشيء؟ علما انه هذا الشيء كثير خطير، انه هالاتهام بحس انه كثير خطير. واوت اوف نو وير، يعني اوت اوف نو وير حدا يجي يقول لك انه انت عم تروج لفكر ما، يعني فكر ما وضد ضد كل معتقداتنا وضد. اول شيء اول ما صارت العمليه لينا قلت انا اليوم عم علم الناس على الايجابيه هيدا، واليوم انا بحاجه لايجابيتي بهالوقت. وهيدا الشيء اللي نحن بقول انا عندي ثقه بحالي لما بكون مبسوط. ايمتى بتنتزع؟ لما بكون بحاجه لها، يعني لما بيصير شيء. ما انت بهالحاله انت بحاجه. قلت انا هلا بحاجه لايجابيتي فعليا. قعدت بيني وبين حالي وفكرت، قلت هيدا الشيء اللي انت عم تتعرض له، انت واثق 100% انك انت ما لك دخل لا من قريب ولا من بعيد؟ قلت يس. انت بتشكك بشيء اللي عم بتقوله للناس؟ قلت نو. فإذا أنت بينك وبين حالك راضي عن حالك يس. خلص بلشت تفكر عمليا، دغري كبيتها لبرا، قلت شو ممكن تكون الدوافع الرئيسية وراء هيدا الشيء؟ هل هي غيرة؟ هل هي عدم فهم؟ هل يعني عدم محبة الآخر؟ عدم محبة الآخر. وبعدين سألت حالي إنه طب هالقد أنت الشيء اللي عم تعمله مهم لهالقد كبرت؟ يعني وصلت لأقصى الدنيا، يعني وصلت لأمريكا لأستراليا رسائله. أنت طبعا كنت يعني من يلي كنت من الناس اللي كانوا حدي ويعني والتعليقات يلي اجتني من كل هالناس خلتني أعرف أنه إيه ميلاد انتبه، في ناس شغلتها ما بتحب النجاح بتخليك أنت عم تسوق. بس أهم شيء تعرف حالك أنك أنت ما فينا دغري نخسر ثقتنا بحالنا، ما فينا دغري. لأنه إذا أنا خسرت ثقتي بحالي ساعتها ليش بدي لوم لينا إذا ما عاد وثقت فيه؟ صح؟ طبعاً. ومشان هيك نحن عند لما بتوقع مشكلة لازم أول شيء نوقف نلم حالنا، نحن نلم حالنا. أنا صراحة ما بقول ما خوفتني نوعاً ما، لأنه فيها تحريض. طبعاً. تاني شيء خوفتني لأنه بتعرفي نحن جايين من عيال، عندك اخواتك، عندك باك جراوند، عندك عائلتك، عندك اجتماع، يعني ما مضطرين كمان الناس اللي بحبوك كمان يعني يطالون هيدا الشيء ويسمعوا هالاشياء. كمان هيك كنت كثير حريص على اني خليني اكون انا اقوى منه. قطعت ونسيوها، راحت لما إلها معنى، يعني ما إلها معنى لا من قريب ولا من بعيد. وحتى يعني سوء الفهم يلي صار، لكن خلي انا بفرق انه الناس لما بتنقل اشياء لانه ناس عندها جهل معين او لانه عندها خوف معين، بالحالتين اذا بدي اطلع منها بليرنينج اكسبيرينس لينا بقول نحن شعوب كتير منخاف، ونحن شعوب مثل ما بيقولوا هادين على نقطه، اقل شيء بيزعزعنا وقت نحن بندعي القوه وندعي نحن كتير قوية وكتير متمكنين. لو نحن متمكنين هالقد ما في شيء بيزعزعنا. هيدا ابرز دليل انه اي خبر اليوم، اي خبر ربما بثي عبر اي وسائل تواصل اجتماعي ممكن يعمل بلبلة، وهيدا بيدلك على الويكنسز، على نقاط الضعف اللي نحن بنعيشهم. قديش بتحس انه فعلا نحن بحاجه للماركه الشخصيه؟ يعني هالنجاح اللي عم تشوفه من خلال برنامج ستار اكاديمي بهالحصه اللي عم تعطيها، قديش بتحس انه هيدا الشيء بعد لازم يوصل لاكبر عدد ممكن وحتى يتم تداوله او ينعطى بغير اسلوب؟ لينا بتعرفي نحن اليوم صرنا بعصر التنافس فيه كتير قوي على النجاح. واليوم قبل ربما كانت مقدراتنا او القدرات العمليه والفكريه يلي عنا اياها ربما كانت مفتاح او جواز سفر او باسبور لحتى انت تنجحي. يعني انت من زمان بالضيعه، خليني اعطي مثل بالضيعه، كان لما يجي المحامي يقولوا وصل المحامي لانه ما كان في كم محامي، او لما يجي الطبيب اجى الدكتور يبقى سو. اليوم عايشين بعصر تغيرت شوي هذه المفاهيم، ما عادت فقط الملكات او المقدرات او حتى الشهادات هي اللي بتخلي الانسان ينجح، صار بدنا البلس. البلس هو الانسان بحد ذاته، كيف طريقة تعامله مع الغير، كيف بيقدم حاله، كيف بيتواصل مع الغير، كيف بيتصرف، كيف حركاته الجسمانية، كيف صوته، كيف لفظه، كيف قعدته، كل هالحركات، كل هالمميزات بتساعد لأني أنا أقرب أكثر من الناس أو أبعد أو يصير في هالمسافة. كرمال هيك ولأنه اليوم أنت بتعرفي من قراراتك الشخصية، أنت اليوم بيبقى في محل تحت بيتك بيبيع خدمة
في محل تاني بعيد عن بيتك نص ساعة ببيع نفس الخدمة، ربما ما بتنزلي على عند جارك، بتروحي عند بعد نص ساعة فقط لأنه بيعملوك أحسن، بيتواصلوا معك أحسن، بحسسوك بأهميتك أكثر. معناتها نحن اليوم بحاجة كثير، وليس فقط بحاجة له الناس فقط اللي بتشتغل بمجال الشهرة أو الفن، بحاجة له حيلا حدا بده يصنع من شخصيته، يصنع من الشيء اللي عم يعمله حضور، يصنع له حضور جميل. ليش؟ لأنه كمان نحن اليوم صرنا عايشين بعصر السوشيال ميديا، واليوم أنت إذا منك موجودة على السوشيال ميديا كمان بطريقة جيدة وفعالة، صار جزء من صورتك الاجتماعية كمان ناقصة من ناحية العملية، لأنه اليوم أنت إذا حدا بده يبحث عنك اليوم قبل ما يشوف سيفيتك وقبل ما توصل لعنده بيكون فات شاف فيسبوك، التويتر، الانستغرام، عمل بحث عنك، شاف كيف حركاتك. في ناس عم ينقبلوا بالوظائف من خلال 100% البحث، أو العكس، أو العكس لينا اليوم في ناس عم ينرفضوا من وظيفة لأنه لما بيشوفوا من الكومنتس بيشوفوا الصور أو يعني آراءهم السياسية والاجتماعية بتأثر. يعني اليوم أنت قبل ما تفوتي عند حيالله حدا عم يعمل معك جوب انترفيو، تأكدي أنه هذا الحدا فات على بروفايل فيسبوك، شاف كيف صورك، كيف تصرفاتك اجتماعيا، لأنه اليوم هالوسائل بتعكس كتير مين أنت. طبعا نتابع بعد البريك. يلا نتابع مشاهدينا مع الإعلامي ميلاد حتيتي والاختصاصي بالماركة الشخصية. ميلاد، شو هيدول الأرقام؟ 365 هول 22 253. لا إذا بتفتح شرفك كيف كاتبهم؟ إذا بتفتح الكتاب، لأنه حطينا يعني حطينا الكفر هو الشجرة، وكل يوم في إذا بتشوفي جوا كل يوم من فوق في مثل هيك مثل هالريبان، يعني يوم 20 يوم 20 يوم 30 ايه، كرمال هيك حبينا هيك يكون الكفر تبع الكتاب. انه هلا اكيد من خلال لقاء الحديث اللي كنا عم نحكيه قبل البريك قدمنا كثير من الايجابيه وكيفيه التعاطي مع الامور، بعيدا ما نكون هيك يعني عم نقول 1 2 3 يعني ممكن من خلال الحديث توجهنا للمشاهدين، ولكن اليوم من كتابك كيف ممكن يستفيدوا، وخاصة أنك أنت مقدمه باللغة الإنجليزية أيضا؟ نعم، هو اسمه 365 نحو حياة إيجابية. أنا لينا إلي حوالي 5 سنوات بقوم بتدريبات بكل منطقة المينا ريجن، يعني بين الخليج ومصر والكويت والسعودية والإمارات، ويعني من خلال كل ورش تدريب يلي عملته كان في سؤال واحد دايما إذا بدك عند كل الناس، كيف أفكر بإيجابية؟ يعني أوكي حلو فكر بإيجابية، بس كيف؟ عشان هيك عملت هذا الكتاب يلي هو ما فيه نظريات أكثر ما فيه إشياء تطبيقية عملية. يعني بقول لهم كل يوم مرات شو يعملوا، مرات يقروا إشياء يرددوها، مرات يعملوا اختبار معين، مرات بدهم يكتبوا مشاعرهم لحتى يفهموها، مرات بدهم يعملوا شيء معين مع غيرهم من الناس لحتى يكونوا ناس إيجابيين. من خلال هذا الكتاب وكمان في ناس قالوا لي ميلاد طيب كيف ممكن تتحول هيدا يعني التفكير الإيجابي لعادة؟ بس بدي أقول لك شيء لينا، أنه دماغنا بيحب العادات. ليش؟ لأنه بتطمنه. يعني مثلا إذا أنت كل يوم معودة تشربي فنجان قهوة على هالفوتوي مقابلك الشباك على الساعة 7، بتصيري كل يوم عم تعمليها. إذا شي يوم ما عملتيها بتصير تتضايقي. ليش؟ لأنه عقلك تعود بيحب العادة. سو مشان هيك لأنه بيحب العادة نحن بدنا أنه تصير التفكير الإيجابي عادة. ولهيك عملت 1 2 3 يوم يوم عملته يوم يوم لحتى يكون أنا عم بعتبر أنه أنا مش لأنه في ناس لو كان مثلا كتاب عادي في ناس يمكن هلأ هالأسبوع يفتحوا يومين يرجعوا يغيبوا عنه ويرجعوا، لا مشان هيك هو كتاب يومي. إذا كل يوم دقيقة جبرت دماغي على أنه يعدل الأفكار السلبية ويحولها لتفكير إيجابي، بعد كم شهر رح لاحظ أنه هيدا صار عادي عندي. وكتار الناس اللي قريوا بالإنجليزي وقالوا لي ميلاد وصلنا لمرحلة عم نقول وينو الكتاب؟ مضيعينه وينو؟ يعني صار حاجة وكأنه أصلاً حاجة أصلاً تعملوا بطريقة بوكت 100% بينحط يعني بال فيه تاخذوا محل مزبوط. وعلى فكرة بده أقل من دقيقة، يعني شايف هالصفحة هذه يمكن بأقل من دقيقة بينقلها، وفي هون بده أقل 100% يعني مرات الصورة هي بتكون عم بتعبر 100% هي فقط لحتى
لحتى بس ننشط الدماغ. لأنه أثبتت كمان الدراسات لينا أنه إذا اليوم أنا عند الصبح، كل يوم عند الصبح بجبر وبحب، يعني هون بجبر بالطريقة الإيجابية، بجبر دماغي على أنه يفكر بطريقة إيجابية أو على أنه يعمل أكشن إيجابية، تلقائياً كل الأوتكومز أو كل الأفعال خلال النهار حتتغير وحتصير إيجابية. كرمال هيك نحن عند الصبح منوعة، ضروري كتير عند الصبح نوعة فريش، متأملين خير، حاطين أهداف حلوة. مشان هيك أنا بستغرب بقول يعني كيف هو العالم بيوعوا الساعة 7:30 ينزلوا على عجقة السير ومستعدين يعملوا مشكل. الشخص يلي مستعد على 7:30 الصبح يعمل مشكل، هذا شخص ما نو نايم منيح عن جد. شو أصلا شو هالطاق؟ بس يعني بس صار يعني 80% من سكان لبنان ما عم بيناموا. يعني لا عن جد هيدا شخص منه، يعني بقول انه هيدا اخذ نفس على الصبح، متنفس، حاطط بباله، يعني متأمل خير، يعني عامل حسابه، عم بيقول طالب من الله انه الله يوفقه بهالنهار، انه هالنهار يعني يعطيه اشياء حلوه. لانه عن جد هيدي سرعه الغضب يلي كمان صارت عنا، لازم نلاقي لها حل. كيف بتفسرها سرعه الغضب من خلال 365 نحو حياه ايجابيه؟ فسرها لانه نحن مننام عم نحكي بالسلبيه ومنوع عم نحكي بالسلبيه، مننام على هو البلد حاطينا بالسلبيه. علما مشاهدينا انه بعد شوي حيكون في لنا لقاء مع الدكتور وضاح نصر عضو لجنه الاخلاقيات بالجامعه الامريكيه ببيروت عن ارتفاع نسبه الجريمه بالعام 2015 بلبنان. ونزلت قوى الامن احصائيه بتقول انه 223 جريمه، صح، اي بمعدل 20 جريمه بالشهر. هلا اكيد دكتور وضاح رح يحكي من الناحيه اكيد الاجتماعيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه النفسيه، لانه اليوم استسهال كمان فعل الشر صار، لانك انت اليوم عايشه بمنطقه وين ما كان تشوفي على التلفزيون يعني القتل والخطف والقطف، يعني صار عندك بالنسبه لك. بس هيدا الشيء كمان بدي خبرك شيء لينا، رح قلتي لي كيف انا بخفف. انا ما بحكي على صعيد اذا بدك عام، لانه انا اليوم يعني يا ريت بيحطوني رئيس جمهورية، يعني انه كنت عندي وانا رئيسة الحكومة مثلا. اوه زبطت معنا. ايه عرفت لينا انه وبسام خطر بيمشي الحال لقاء الديمقراطي بالاسم الاستاذ وليد جنبلاط، يعني منيح يلا ركبنا حكومة، ركبنا دولة. لا اللي بدي اقوله انه يعني ما بحكي على صعيد عام، لانه هيدا فكر عام، يعني بده اذا بدك عن جد بدك نطلع من حالة الديبرشن الجماعية اللي عايشينها. على صعيد خاص أعطي بس مثل صغير، اليوم هيدا الزلمة يلي على الساعة 5:30 تارك شغله، حط إذاعة، سمع موجز للأخبار، أوكي، وصل على بيته على 6:30 7:00 حط نشرة أخبار، رجع نقل على محطة تاني بتبلش 8 إلى 10:00 سمع نشرة أخبار، رجع قبل ما ينام على الساعة 12:00 سمع نشرة أخبار. فول سلبية. كيف بده ينام؟ عقله كيف بده ينام؟ يا بده يخبط ابنه يا بده يكب حاله، يا بده يعمل مش. طيب هول انا بس بدي اسال، بهول 4 نشرات اخبار شو الجديد؟ ماشي، هو نفسه عم يتكرر، الا اذا صار عنا شي كارثه ونحن بنطلع يعني بنصير وحده. وحتى تلفزيونات حتى بينقلوا للكوارث بيحطوا لك بدبلجه بطريقه بتصيري انت عم يفوت على الدينه، بس شو المعلومه الجديده؟ ماشي. سو انا ليش مضطر اعمل بحياتي اسمع اذا بدي اسمع اخبار؟ مع انه انا بقول انه يمكن موجز كل جمعه واحد بكفي، لانه شو عم يتغير؟ يعني شو هالاشياء التغيرات الكبيره اللي عم بتصير؟ انه يلي بيشوفنا قديش منتابع نشره الاخبار بتقولي انه وفظيعين نحن شو بنعمل تغيير جذري بحياتنا، ما عم نغير، ما عم نعمل شيء. دليل تاني على انه هيدا الاحباط لينا هو قديش اليوم في ناس بيصيروا اذا بدي كمان يعيشوها وكأنه نحن دغري منتأقلم. لا، ما فيك تتأقلم، ما أصلا تأقلمك السريع هيدا دليل على أنك منك عايش بطريقة صحية. يعني اليوم أنت لما بيسقط لك حدا بيموت، إذا بتعتبر بعد 5 دقائق كأنه الأمر صار هيك، أنت معناتها لا حزنت كفاية ولا تألمت كفاية، يعني معناتها أنت صار عندك فكرة الموت، بطلت فكرة. لا، فكرة الموت صارت جدا بسيطة، بسيطة. يعني بعيد من هون عم نروح ناخد بخاطر حدا، عم بيكون ساحة للنقاش، ساحة للتعارف، ساحة لحتى يتذكروا العالم بعضها. واحد صار يوم واحد وخلصت الحكاية. ايه بس هيدا كله له علاقة كمان بنحنا كيف صرنا ثقافة الموت. سو نحنا بدنا، نحنا كناس بدنا نلم حالنا.
يعني انا اليوم بقول لهم خي جريت، بدك تضل تنق على الدوله، رح تضل تنق من هلا لابن ابنك، بدك تلم حالك. كيف بتلم حالك؟ بتلم حالك بتفكيرك، بتبلش تفكر بطريقه مختلفه، بتبلش تقول انا جاي على هالدنيا مره واحده، ما بسمح لحدا انه يسلب لي حياتي، ما بسمح له، ما بسمح لحدا يسلب لي افكاري. طبعا انا بدي انا اعيش، بدي فوت على بيتي، مش هيدا بيتي، ما هيدي مملكتي، بدي سكر الباب، ما بقى اسمح ولا اي ضغوط خارجيه، بدي افكر بايجابيه لحتى اوصل للشيء اللي انا بدي اياه، لانه وصلتنا يا حي السلبيه لك لوين وصلتنا. مشان هيك انا بقول لهم جربنا نتشائم، تشائمنا ولك وين صرنا، طب هات نجرب نكون ايجابيين تنشوف وين بنصير. هو هيك لازم يصير، هيك منبلش عام 2016 إذا الله رب. شكرا لك أنا ميلاد، بشكرك على أمل المزيد من النجاح. شكرا. والانتشار، وأكيد بيلبق لك. وأنت كمان. أنا بدي أشكرك كثير دائما، يعني من شو بيقولوا، من وقت ما بعرفك لهلا أنيقة، وبرنامجك برنامجك بياخذ العقل، وانت من الناس اللي بيشرفوا هالمهنه يا لينا. شكرا ميلاد كلك، خجلتني كان ناقصنا بعد رابعه، مع رابعه بتكمل رئيس صح. مجلس النواب سكرنا الحكومه 100%. بنتابع مشاهدينا مع ابرز احداث عام 2015.